هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى هو واضح، هو جلي، وبالإمكان أن يقع الإنسان على جماله بمجرد أدنى دراسة أو تمعن، لكن الإنسان في بعض المرات لا يراه. لماذا لا يراه؟ ليس لأنه هو أعمل فكره فلم ينتهي إلى الحقيقة، بل لأنه صرف عن ذلك. من الذي صرفه؟ لاحظت هذا، الذين الآن يقولون في كلام الله ولا في الإسلام كلاما غير سليم غير صحيح، هم مأفوكون كلهم. لا أحد منهم يقول إنني أنجزت دراسة عن الإسلام من أولها إلى آخرها ثم انتهيت إلى الإسلام خطأ. إنما يأتيك بموقف عن الإسلام تبناه أو رضعه من جهة من الجهات حقنته بهذا الكلام، أي الذين لهم الآن موقف من سيء من القرآن أو من أين؟ مأفوكون. الذين أفكتهم المدرسة الاستشراقية، اشتغلت عليهم المدرسة الاستشراقية وخدمتهم وألغت عقولهم، ثم أصبحوا يكتبون الآن، وما أكثر من يكتب. ولكن هل يوجد من هؤلاء إنسان قرأ الشريعة الإسلامية؟ أنا أقول في الحرية حينما يريدون إخراجنا نحن من دائرة ديننا يطالبوننا بالحرية. أنت لست حرا، أنتم نصوصيون، أنتم ملتزمون مع الوحي إلى غير ذلك. يجب أن يتحرر الإنسان من كل هذا الشيء. الفكر الحر هذا جميل جدا، أروني فكرا حرا ليس له ارتباط ولا انتماء لدائرة من دوائر التأثير. أعطني واحد مؤثر، من قال شيئا استطعت أن أرده إلى أصله وإلى دائرته وإلى مداره وإلى مركز استمداده بيسر وسهولة. لا يأتيك إنسان بكلمة إلا وتجد أنه تابع فيها لشخص آخر. أعطني إنسانا يستطيع أن يدخل كل المدارس الفكرية، يدخل على الإسلام ويدخل على الديانات كلها فيقرأها، ويدخل على المذاهب الوضعية، ويدخل على الفلسفات، ثم يتجول، ثم يقول في نهاية المطاف أنا مع الإسلام أو ضد الإسلام، أنا أقبل من ذلك. لذلك لاحظوا من هم الذين يسلمون الآن لما نتحدث عن انتماء الناس ورجوعهم الإسلام. يسلم إنسان مثل جارودي مثلا، لماذا أسلم؟ لأنه لم يكن مأفوكا. لو استمر على رؤيته الأولى ولم يتحرر منها، تعرفون أن جارودي كان رجلا شيوعيا معروفا في فرنسا بأنه كان يمثل تيار شيوعي، وكان يدافع عن الشيوعية وعن عن انتصارها للطبقات إلى غير ذلك، الحكم الطبقي. من أين جاءه الأمر أو الشك؟ لما استقدم إلى موسكو وأقيم له حفل تكريمي، لأنه كان عقلية كبيرة في فرنسا، كان يمثل شيوعية فرنسا ويدافع عنها، مجموعة كبيرة، ماكسيم رودنسان كذا، هؤلاء كانوا حجهم كان دائما إلى موسكو، كانوا يحجون إليها. كل اليساريين هذوك الذين كانوا موجودين في تلك اللحظة كانوا يحجون إلى موسكو ليأتون بالبضاعة الجديدة آخر ما أنتجته الشيوعية. فوذهب واحتفي به احتفاء كبيرا في ليلة، أقيم له احتفال كبير. ثم كان ذكيا هو، سأل بعد الاحتفال وكان في أكل وفيه تكريم كبير، استدعى النادل صاحب الخادم في المطعم، قال له كم كلفت هذه من 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 من, من, من بالعملة روبل ولا؟ قل له كلفت كذا، من مثلا كلفت 5000 درهم مثلا. ويقول للخادم سؤال آخر، كم هي أجرتك أنت؟ قال أجرتي مثلا 1000 درهم. قال أكلنا 5000 درهم في ليلة واحدة وأنت أجرتك 100000 مثلا؟ بدنا نحن نكذب على الناس لما نقول لهم بأننا نتحدث عن
مساواة الناس بسميتو الدفاع البروليتاريا. نحن الآن كلسنا بروليتاريين، نحن نأكل طعاما فاخرا نفعل ذلك. هم كانوا دائما يفعلون العكس. تعرفون كنا نسمع في بعض الأخبار بعض المرات أن بريجنيف مثلا له معطف مقطع وكانت زوجته تخيطه، كانوا يديروا هما ينشروا هاد البروباغاندا ديالهم ثم من بعد جاء أناس مثلا سلجستين واحد من كبار الشيوعيين الذين كانوا يمررون هذا الخطاب الشيوعي، ثم تعرفون أنه فيما بعد كتب رسالة في انتقاد الشيوعية ثم طورد وذهب إلى 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 فرنسا، وكان هو من الذين نالوا جائزة نوبل. قرأوا عنه سلجستين. هؤلاء أدركوا أن هذا عبارة عن نظام معين يسوق نفسه بأحسن الوجوه وأنه خادم للبروليتاريا. لما ذهب بعض الناس مثلا عندنا في إفريقيا، سامورا ماشيل مثلا موزمبيق، رئيس سامورا ماشيل في موزمبيق كان رئيسا شيوعيا وكذا وكذا، وعاد إلى بلاده ليدعو من جديد إلى هذا، وأمثال هؤلاء في الأفارقة كثير. لم يكن عند هؤلاء قدرة على التمييز بين النظرية والواقع، فلذلك استمروا وأعجبوا هذا. أي كان بإمكان الجارودي أن تعجبه تلك السهرة وكذا ويقول لهم شكرا لكم أنتم دتم، ويعود ليمدحهم في فرنسا ويقول بأن هذا شيء ليس سليما. ومن هنا بدأت رحلته في نقد ذلك الفكر، ثم انتهى في نهاية المطاف. لا أحد من الدعاة، لا أحد من المفكرين، لا أحد من العلماء قال الأستاذ المسلم، ثم بعد ذلك قال إن الإسلام هو الصواب. كانت صعقة كبيرة جدا، لأن هذا كان ثغرة في هذا الجدار، جدار الشيوعية والفكر المادي. ومثل هذا كل الذين أسلموا، من المسلمين الذين ربما تقرؤون عنهم، هناك كتب تتحدث عن بعضهم من المفكرين. قرأوا محمد أسد. محمد أسد كان هذا رجلا مسلما أسلم وكان حسن الإسلام ورسول، أصبح من العلماء من المعارفين بالإسلام والإسلام على مفترق طرق. كان يعيش في طنجة وله كتابات جيدة جدا عن الإسلام، ولكن رجل أحب الإسلام وتذوقه وصدق في تعبيره، ثم مات رحمه الله. ما التفت الناس إلى محمد أسد ولا إلى غيره من كثير من الأشخاص ذهبوا في الظل، لأنهم لم أول المسلمون لا يعرفون قدرهم، ثم الأوروبيون قد نبذوهم وطرحوهم لأنهم أسلموا. ومن هذا مجموعة كبيرة، داود عبد الأحد إلى غير هؤلاء ممن لهم بصمات على الواقع. لو جمعتم بعض هؤلاء لرأيتم أن جميع هؤلاء إنما كانوا أناسا استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم رؤية خاصة بعيدة عن كل التأثيرات، ثم انتهوا إلى اعتناق الإسلام. ليس الإسلام قوة تجذبهم، ليس له إغراء يمكن أن يغريهم به، ليس له إلا أنه الحق. ومع وجود الضغوط الكثيرة، نعرف أن كثير من بعض المشرقين الذين كان لهم ميل أو قالوا كلمات، زي جريد هونكي، هذه امرأة تعرفونها ألمانية، كتبت كتابا سمته شمس العرب تسطع على الغرب، ثم حولته فيما بعد سمته شمس الله تسطع على الغرب. أنا حضرت بعض محاضرتها وسمعتها تقول بأنها حينما ألفت هذا الكتاب نبذها قومها وتعصبوا ضدها وكلهم رفضوها. زيغريد هونكي. هناك امرأة أخرى هي آن ماري شيمل، وهي ألمانية كذلك، ووقع ضد بعض المؤسسات ضد تمتيعها بجائزة فكرية. هؤلاء كما قلت هم أناس ارتبطوا، تحللوا من الارتباطات السابقة وارتبطوا بالحق، فهداهم الحق إلى أن الإسلام هو. لذلك هذه كلمة جميلة جدا، المأفوكون المجذوبون المصروفون هم الذين ينصرفون على الإسلام، ماشي لأن الناس لهم عقول. هؤلاء أناس لهم غايات، أموال يتقاضونها، رتب تعطى لهم، مجد ينالونه، بريق، لمعان، أشياء من هذا القبيل،
يشاد بهم فيكون ذلك هو الذي يؤفكون به ويشدون به. لاحظوا من يتحدث ضد الإسلام لا تجده إلا مرتبطا لا تجد إنسان محايدا، إما يشتغل في هذا الورش أو في الورش الآخر ولا في الورش الصليبي أو الورش الاستشراقي أو الورش من الأشياء من وإما أن يكون له الأجر مدفوعا نقدا أو اعتبارا أو عناية أو أنه على مذهب من ينتظر، هو ينتظر شيئا. فلذلك يقول إن الذي يريد أن يتقرب لابد أن يقول كلمة في الإسلام غير حسنة. لذلك تلاحظوا بعض كل من أراد أن يتقرب إلى الغير يجيب شيء فرية، مرات تقول لهم لماذا لا يدخل النساء مع الرجال ويصلون معهم في هذا الاختلاط الذي منعتموه من كل الرجل مع المرأة، يجب أن يفتح هذا. هي ولت مفتية ولت مسلمة عالمة ولت لأنها هكذا تفهم الإسلام، ماشي تفهم الإسلام، هي ما تفهم الإسلام ولا غير الإسلام. هذه تقدمها باقة هدية لأناس آخرين، يقول لها والله يرضي عليك راكي قلتي شي حاجة بعدها مزيانة، راكي شوشتي على المسلمين. هذا هو الإجابة.